أطفالنا في هذه المرحلة بقالنا 10 سنين أو 15 سنة دلوقتي بقوا بيعتمدوا اعتماد كبير جدا جدا على الأجهزة، التليفونات والتابلتس والحاجات دي، وللأسف اهتمامهم بيها بقى عالي أو زيادة عن اللزوم، لدرجة أنه بقى عندنا مشاكل كتيرة صحية بتنتج عن هذا الموضوع. مهم قوي أن كل أب وأم ياخدوا بالهم من الموضوع ده. في حاجات أبهات كتيرة وأمهات كتيرة عارفينها، وفي حاجات مش واخدين بالهم منها اللي بتحصل على مدى بعيد على بشكل بطيء، فبيأثر الموضوع ده على أولادهم وهم مش واخدين بالهم. النهاردة هنتكلم عن الأضرار الستة الأساسية جدا اللي احنا بنشوفها كل يوم في العيادة عندنا، اللي بتنتج من موضوع إنجاز التعبير نقول إدمان الأجهزة الحديثة الإلكترونية مع الأطفال. أول هام بنشوف، أكبر مشكلة بنشوفها الوقتي، إنه الأطفال ابتدوا يلبسوا نظارة من سن 6 سنين، وده ما كانش بيحصل زمان، كانوا يلبسوا نظارة حتى من 15 أو 20 سنة، الوقت بيشوف من 6 سنين، وده بينتج بشكل أساسي قوي من إن الطفل بيقعد مع الجهاز مدة طويلة قوي، بيقربه من عينه. والضرر الأكبر لما الطفل يبتدي يخش ينام ويضلم الأوضة وبعدين يشغل الجهاز بتاعه، إذا كان التليفون ولا التابلت، ويبقى مصدر الإضاءة الوحيد اللي جاي له من الجهاز، وده بيضر جدا بالشبكية العين على فترات قصيرة جدا، ممكن على سنة سنة ونص بيبتدي يحتاج لنظارة ويبتدي النظر يتدهور بشكل صعب جدا. الحاجة التانية بنفس السبب بنفس الأسباب، الطفل لما بيخش ينام المفروض لما الأوضة بتضلم بيبتدي المخ يسترخي ويبقى جاهز للنوم، لكن انت بتعمل حالة استرخاء بانك بتنزل الإضاءة وفي نفس الوقت بتعمل عامل تنبيه بالجهاز التابلت، فبيحصل لخبطة في المخ، فالدورة الطبيعية للنوم والتسلسل أو الباترن بتاع النوم بيتلخبط جدا عند الطفل، فالطفل بيقوم الصبح مش واخد كفايته من مرحلة الراحة بتاعت النوم بتاعت بالليل، ودي بتعمل له مشاكل صحية ومشاكل سلوكية وحاجات كتير قوي قوي ياريت نحاول نتفاداها. مهم جدا جدا ان الطفل قبل ما يخش ينام يسيب الجهاز بتاعه بره ما يستعملوش. الحاجة التانية أثناء اليوم لما الطفل بيبتدي يذاكر ويبتدي يبقى قاعد محني على السرير وهو حاطط التليفون قدامه أو التابلت، ده بيعمل لنا مشاكل كتيرة جدا في الفقرات، بيعمل لنا مشاكل في سلسلة الظهر، والمشاكل اللي قلناها بتاعة النظر مع القعدة الغلط مع الفقرات بيعمل بحالة صداع عند الطفل. أغلب الأطفال لما بنيجي بيشتكوا من صداع ونسألهم عن علاقتهم بالأجهزة بتبقى للأسف علاقة وثيقة جدا جدا يعني. مهم أو نركز في القصة دي إن الطفل لازم يكون قاعد قاعدة سليمة وهو التابلت قدامه، وما يقعدش قدام التابلت أكثر من نص ساعة أو ساعة، ولازم يبتدي يريح شوية. الحاجة التانية، قعدة الطفل مدة طويلة مع التابلت بيخلي نسبة الحركة بتاعته أقل، فبالتالي كتير جدا 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 إذا ما كانش كل الأطفال اللي بيجونا بالسمنة بيبقى السبب الرئيسي عندهم العلاقة الوطيدة جدا المتصلة لمدة ساعات وساعات وساعات مع التابلت أو مع التليفون، بحيث إن هو تقريبا ما بيتحركش، بياكل ويشرب وينام وقاعد كل حاجة جنب بالتابلت، حركته قد تكون منعدمة لأنه بس بيروح يشرب مية أو يروح الحمام مش أكتر يعني. الحاجة التانية، الحاجات اللي بتفرج عليها الأطفال بقت للأسف بقى فيها نوع من أنواع العنف الشديد جدا، وده بقى بيعمل مشاكل كتيرة جدا للأطفال عن في السلوكيات، بقى بمجرد ما بتفرج على فيلم أو مصارعة أو 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 بخلاف المذاكرة طبعا بيبتدي يحاول يطبق الكلام ده بلا شعور، ان هو طفل لسه ما اغلب الاطفال ما بيقدروش يميزوا بين الصح والغلط في حاجات كتير، فبتلاقيه عايز يضرب اخوه، عايز يضرب صاحبه، عايز يقلد اللي هو بيشوفه. ده بخلاف بقى المشكله الكبرى اللي حصل عندنا دلوقتي، ان الطفل الساعات اللي بيقضيها اذا كان في المذاكره او كان في الفرجه على ايا كان الافلام او البرامج، بقى بيبعد بشكل كبير جدا عن اهله واخواته، فبيبقى حاله انفصال جدا جدا بينه وبين اهله، بقى بيفضل مع التعود على القصة دي ان هو يبقى قاعد منعزل مع نفسه، عايش مع العالم الافتراضي بتاعه بعيد عن اهله، فبيتعود على الموضوع ده، فبيبقى في عدم تواصل بينهم. لو سمحتوا، الأجهزة الموبايلز والتابلتس مفيدة جدا جدا، بس يجب ان لا تتعدى حدودها لانها قد تؤدي الى مصايب كبيرة جدا جدا. اشوفكم.